اسمي صابر محمد. سنة كام يا صابر؟ أولى ثانوي إن شاء الله. امتحنت إيه النهاردة؟ النهاردة امتحنت كيمياء. الامتحان كان سهل ولا صعب؟ متوسط. متوسط. الامتحان كان في مستوى الطالب إيه لو هنقول مستوى الطالب؟ العالي. العالي أوي أوي. ما هو امتحان متوسط بالنسبة لي عشان أنا مش عالي، أنا متوسط برضه. أحمد محمد، أحمد محمد. في سنة كام؟ أولى ثانوي. إيه امتحنت إيه النهاردة؟ كيمياء. هو متوسط بس في سؤال رقم 7 كان فيه اجابتين ينفعوا ب و ج، يعني محتاج تفكير شويه. طب الامتحان كان مستوى طالب ايه؟ فوق المتوسط للمتوسط. المهم الوقت كان كام؟ اسمك ايه؟ مينا هاني. سنه كام؟ اولى ثانوي. امتحنت ايه؟ كيمياء. امتحان سهل ولا صعب؟ يعني متوسط. يعني كنت شايف الوقت كافي للامتحان؟ ايوه الحمد لله. طب لو قلنا في مستوى طالب ايه للامتحان؟ طالب المتوسط، لو مذاكر يبقى بمستوى الطالب السهل عادي. مينا صبحي. أولى ثانوي. كيمياء. الامتحان كان حلو. لا لا لا. بالنسبة للوقت. الوقت كان كافي ساعة ونص، أيوه على 14 سؤال حلوين يعني. تمام. شايف الامتحان كان مستوى طالب إيه؟ الطالب مثلا اللي هو المتوسط. اللي ذاكر بجد. أحمد هاني حسن. سنة كام؟ أحمد يا سمير. أولى ثانوي. امتحان إيه النهاردة؟ كيمياء. الامتحان كان سهل ولا صعب؟ كان الحمد لله كان سهل. كان فيه أي مشاكل؟ لا. طيب أنت شايف إن الوقت كان كافي؟ الوقت كان كافي. أنا بعيد إن شاء الله.